مهرجان جرش الآن بين يديك. جميع فعاليات مهرجان جرش 2023 ومن جميع المسارح في بث حي ومباشر حصرياً على شاشة التلفزيون الأردني وعلى قنوات المنصة الرقمية جرش 1 المسرح الجنوبي وجرش 2 المسرح الشمالي. فقط حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً www.jrtv.gov.jo، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 26 تموز 2023 الساعة 7 مساءً وطيلة أيام المهرجان. كل ذلك متوفر في مكان واحد. يتوفر تطبيق التلفزيون الأردني على أندرويد تي في وأبل تي في وعلى جميع أجهزة التلفزيون الذكية. مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023 ويستمر الفرح.